وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناشط الحقوقي أسعد الخزاعي. مرحبا بك معنا سيد أسعد. أهلا وسهلا بك. الأمم المتحدة قالت إن 750 ألف نازح من أبناء الموصل يحتاجون للمساعدة بشكل عاجل، كيف تصف الأوضاع ولماذا لم تصلهم المساعدات حتى الآن؟ حقيقة نحن نتابع أوضاع النازحين وأوضاع المخيمات في المناطق التي كانت خاضعة لتنظيم الدولة الإرهابي، وبالحقيقة يعني هنالك الكثير من الخروقات وهنالك الكثير من التجاوزات، وعلى الحكومة المحلية في الموصل أن تأخذ دورها وتوفر احتياجات النازحين. حقيقة نحن أيضا فاتحنا الجهات ذات العلاقة بخصوص هذا الموضوع لتسليط الضوء على الخروقات والانتهاكات التي تقع والتقصير الحكومي بهذا الخصوص. نعم، ما نوع هذا التقصير الحكومي؟ أخي العزيز، هنالك الكثير من النقص في المخيمات، وقد يعني حقيقة في كثير من الأحيان هنالك ضغوطات تمارس على النازحين وعلى سكان المخيمات وإجبارهم على التوقيع على أوراق البراءة من ذويهم بحجة أنهم ينتمون إلى التنظيم الإرهابي، ويؤكد ذوي هؤلاء الأشخاص أن أبنائهم أو أزواجهم غير منتمين إلى هذا التنظيم الإرهابي، وهنالك الكثير من العوائل حرمت من الحصول على الوثائق والمستمسكات مثل شهادة الجنسية أو الجنسية العراقية أو حتى بقية المستمسكات إلا بعد التوقيع على هذه الأوراق التي تثبت براءتهم من أبنائهم أو أزواجهم. ويؤكدن هؤلاء السيدات بأنهن يعني غير منتمين ولا علاقة لهم بالتنظيم الإرهابي. هناك من عاد من النازحين إلى مدنهم، كيف تصف ظروف المعيشة في تلك المدن؟ حقيقة الأمر أنه هنالك ظروف صعبة يعاني منها النازحين في ظل عدم توفير الاحتياجات الضرورية والإنسانية من حتى في المساكن، والظروف الطبيعية في أغلب المناطق التي عاد إليها النازحون غير مؤهلة، وعلى الحكومات المركزية والمحلية بذل قصارى جهدهم من أجل توفير احتياجات هؤلاء المواطنين العائدين إلى ديارهم. نعم، طيب هل برأيك في ظل هذه الظروف غير الآدمية التي لا يمكن العيش في يعني خلالها أو في ظلها، هل هي مقصودة من الحكومة حتى يضطر هؤلاء النازحون إلى الهجرة من مدنهم؟ هو تقصير حكومي واضح في كل مرافق ومفاصل الدولة، سواء كان مقصود أو غير مقصود. نحن لسنا بصدد البحث في هذا الموضوع، يعني لكننا نبحث في الضغط على الحكومة المحلية والحكومة المركزية من أجل توفير احتياجات هؤلاء النازحين ودمجهم مع المجتمع ليمارسوا حياتهم الطبيعية بعد تحرير هذه المدن من التنظيم الإرهابي. شكرا لك سيد أسعد الخزاعي الناشط الحقوقي، كنت معنا من إسطنبول.